طيب خلينا نطمن على منتخبنا الوطني قبل الحقيقة ما نتكلم عن كل ما يخص هذه البطولة. خلينا نروح لسيادة السفير مدحت المليجي، الحقيقة سفير مصر في الكاميرون، نطمن منه على ما يحدث في الكاميرون الآن ومنتخبنا الوطني. سيادة السفير ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا كابتن اسلام، ازاي حضرتك وكل مشاهدينك؟ اهلا وسهلا يا فندم، يعني تحياتنا لحضرتك، ودائما السفاره المصريه وسفير مصر دائما الحقيقه بيبقى لهم دور كبير في مثل هذه التجمعات الكبيره جدا، سواء ما قبل البطوله او اثناء وصول المنتخب او اثناء المباريات وما بعد كمان انتهاء البطوله. فيعني تحيه دائمه الحقيقه للسفاره في الكاميرون. الله يخليك. الحقيقة الواحد يعني أنا بتصور إن أي حد فينا موجود في هذا المكان في هذه اللحظة هيعمل أكثر بكتير كمان من اللي إحنا بنعمله. إحنا كلنا سعداء ومتشرفين بوجود المنتخب، وكل أملنا إن شاء الله إنه يحقق طموحاتنا وطموحات الشعب المصري كله، ويوم 6 فبراير بإذن الله نجده حاصل على الكأس وراجع مصر ومعه رايات النصر زي ما بيقولوا. فيعني وانا الحقيقه متفائل، لان انا لما بشوف الحماس والجديه والصرامه في القرارات وبشوف الدقه في التعامل والالتزام من كل اللاعبين، وده انا بقول لحضرتك وانا بقالي معاهم بس يومين حسيت بده كله. فالحقيقه بحس ان مجهودنا كلنا وكل من يدعم سواء في الاعلام زي حضرتك او الجمهور اللي بيشجع بقلبه ومستني نتائج مبارياتنا، او كسفاره بتحاول انها تساعد فيما تستطيع، كل يعني المنظومه كلها مع بعض بتكمل زي تروس الساعه. فالحقيقه النهارده يعني كان نفسي يكون معايا كل الناس واقدر اوريكم الجديه في التدريب. النهارده كان اول تدريب للمنتخب، والحمد لله الميعاد كان مقرر الساعه 5 بتوقيت الكاميرون اللي هي 6 بتوقيت مصر، وده نفس توقيت المباراه علشان كمان نستعد للجو وطبيعه الجو والحراره اللي فيه من ناحيه، ومن ناحيه الاضواء الكاشفه من ناحيه ثانيه، عشان نبقى حاسين بنفس جو اللي هنلعب فيه المباراه ان شاء الله الاولى مع منتخب نيجيريا اللي هي بعد بكره يوم الثلاث باذن الله. الجديه على كل اللاعبين، الكابتن كيروش عمل تقسيمه وكان كتير بيوقفها عشان بيوجه بعض اللاعبين لبعض المهارات اللي طالبها منهم او بعض الخطط التكتيكيه، وعلشان كده حتى الاعلام سمح له فقط ب 15 دقيقه في البدايه للتصوير، وبعد كده طلب منهم جميعا المغادره حتى لا يتم الاطلاع على خطط الكابتن كيروش والاسلوب الذي ينوي اللعب به ان شاء الله. ما لم يتبقى يعني من المشاهدين غير انا وطبعا رئيس الاتحاد جمال بيه كان موجود، وكل الجهاز الاداري كان واقف، وكلنا بنتابع خطوه خطوه والتوجيهات من الجميع والالتزام من اللاعبين. وعدكم بان انا من اللي شفته اقدر اؤكد ان المنتخب هيبذل اقصى ما في جهده ان شاء الله عشان يفرح هذا الجمهور الكبير اللي مستني نتائجنا في مصر. التوفيق من عند ربنا، لكن المجهود من اللاعبين لا يمكن ان نقول على حد فيهم ان هو مش واخد الموضوع بنفس الجديه اللي احنا مستنيينها منهم. فالحمد لله وربنا يوفق باذن الله. يا رب يا فندم.